طيب استاذ، انا بسالك سؤال جاوبني، بسالك سؤال جاوبني، بسالك سؤال جاوبني على قدر، هل عندما اقرا القران تبكي؟ لا. وكيف تقرا على منشد تبكي على منشد يقرا للحسين؟ يعني اذا كان كلام الله سبحانه وتعالى لا يجعل طيب في قلبك الخشوع والبكاء، فبتقول لي ما الحسين امامك شيء يعني صحيح؟ افتح الكاميرا تفضل. انا راح افتح الكاميرا واظلم تفضل بالنعال اربع خمس مرات مشبعات من امك عائشه، وانا هسه اظلم امام الجميع. هو ده اللي انت فرح فيه؟ فرح امك بيك يا اخوي. ويقول لك اصل انا لازم النهارده عشان ابكي الحسين اسمع حاجه عشان اعرف ابكي الحسين. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل معي. شلونك استاذ، اخبارك؟ الحمد لله يا فندم. استاذ انا شيعي من اهالي العراق، من اهالي البصرة. شنو محتوى سؤالك؟ محتوى سؤالي هل تحب الحسين؟ اي نعم. تفضل افتح الكاميرا معانا والطم على الحسين او ابكي الحسين قدام الجمهور، تفضل. طيب طيب ممكن استاذ، بس احنا نطم على قراية، طلع قراية مو مشكلة. مش من غير قراية ولازم، لا من غير قراية ولازم قراية. هو الحزن ده لازم حاجه تحركه ولا اصلا انت متحرك من جوه؟ لازم نغراي وهاي مين قال انا افتح كاميرا ما يعني ايه معلش ده اسمه يعني ده اسمه ايه ده بقى؟ شوف ده إيه يعني حضرتك عندما يقرا القران هل تبكي؟ طيب استاذ انا بسالك سؤال جاوبني، بسالك سؤال جاوبني، بسالك سؤال جاوبني على قدر، هل عندما يقرا القران تبكي؟ لا. وكيف تقرا على منشد تبكي على منشد يقرا للحسين؟ يعني اذا كان كلام الله سبحانه وتعالى لا يجعل طيب في قلبك الخشوع والبكاء، فبتقول لي ما الحسين امامك شيء يعني صحيح؟ افتح الكاميرا تفضل. انا راح افتح الكاميرا واظلم تفضل بالنعال اربع خمس مرات مشبعات من امك عائشه، وانا هسه اظلم امام الجميع. هو ده اللي انت فرح فيه؟ فرح امك بيك يا اخوي. هو ده اللي انتم فرحين فيه؟ عرفت ان كنتوا اهل كذب كما غدرتم بالحسين في الماضي، اليوم اكشف الحقيقه الزائفه للطم والبكاء. انا بقول لكم والله مسلسلات، انا ثبتنا في العام الماضي الحسين ما بين المسرحيه والمظلوميه، تمام، وحلقات العام ده اخواننا الاحبه لما تركم الحسين ابن علي مسلسلات وتمثيليات، انا بثبتها لكم واقعا، يعني انا بثبت اليوم واقعا لكل مستمع عاقل اللي بيقول لك اه بحب الحسين وبحب كذا وعايز عايز ايه، عايز حاجه اقرا عليها عشان اعرف الطم. القران نفسه لا يخشع هذه القلوب، ولكن الذي يخشع القلوب هو المسبات واللعنات والطعنات والمسبات. ويقول لك اصلا لازم النهارده عشان ابكي الحسين اسمع حاجه عشان اعرف ابكي الحسين. سبحان الله.